وها هي الانطلاقة هنا لشوطنا الثالث عشر في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم. شوطنا الثالث عشر الخاص هنا بالحول المحليات الأصايل. اقنع أصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات والتحديات الصباحية الجميلة. نسير معكم في هذا الأداء المميز لهذا الشوط والصدارة الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي هملولة. تأتي في المركز الثاني هنا منطلقة بالتحديات، منطلقة بالإثارة من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي، من تنطلق هنا بهذه التحديات الجميلة والإثارة المتميزة. نتابع معكم، هناك أرى الانطلاق والتحدي هنا أيضا. هجن الرئاسة تنطلق هنا بهذا الأداء الجميل مع العزرة، هنا يقدمها أحمد بن مطر بن مايد لخيلي بهذا الانطلاق الجميل والإثارة المتميزة على المركز الثالث. بينما المركز الرابع رشيدة تنطلق على المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، حمد بن علي العويسي يقدمها، من قدم لنا وشاح أيضا في شوطنا التاسع يقدم رشيدة في هذا الشوط. هنا الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي خامسا، وفي المركز السادس الخوارة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، علي بن عبد الله الهادفي في تضميرها. وعلى المركز السابع والقادمة ناصية من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بزيتول المهيري في التضمير. وهنا الوصول من قبل احتفال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس لينيبي يقدمها لنا بهذه التحديات والإثارة الجميلة. الوصول هنا أيضا من مياسة من هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون لمهيري. وعلى المركز العاشر تأتينا الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ضعناها على حضراتكم بهذه الانطلاقات المتميزة الجميلة. هناك أيضا أسامي خلف المراكز العشرة الأولى. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الشاهينية المنطلقة على الصدارة، المنطلقة على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني العزرة على المركز الثاني، هجن الرئاسة، وهنا الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد لخيلي من يقدمها على المركز الثاني. وثالثا هملولة، هجن الرئاسة، الظافر علي بن يمي اللوهيبي من يقدمها على المركز الثالث. بينما رابع مراكزنا نتأخر وناخذ المركز الرابع من قبل رشيدة القادمة على رابع مراكزنا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بمتابعة مضمر خمس نجوم حمد بن علي العويسي. شعرنا المميز يقدمها بهذا الأداء الجميل هنا. أما على المركز الخامس، خامس مراكزنا الشاهينية، هجن العاصفة وغياث الهلالي من يقدمها هذا الانطلاق المميز. سادس مراكزنا، المركز السادس هنا القدوم في هذه اللحظات من ناصية قادمة على المركز السادس من هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون لمهيري. واحتفال هنا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الزعيم محفوظ بن قميص لنيبي من يأتي بها سابعا. وفي المركز الثامن شاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، تاسعا مياسة هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون لمهيري في التضمير. ووصلت ثمينة بأول نداء على عاشر المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميرها. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى.
ثاني ندى للمراكز العشرة مع منتصف المسافة ومغادرتنا للأربعة كيلومترات. وهناك الصدارة، هناك المقدمة، المركز الأول هو الشاهينية، هي المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على الصدارة، المسيطرة على المقدمة وعلى المركز الأول. هجن العاصفة غياث الهلالي في متابعتها هنا على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، من قدم لنا أربع نقاط متميزة في هذا الصباح الجميل وبأفضل توقيت زمني كذلك مع الشاهينية. 12 دقيقة 14 ثانية، سبعا من الأجزاء من الثانية، هنا يبحث عن نقطة خامسة، هذا الشعار الملكي الجميل المميز. المركز الثالث الثاني عفوا العزرة، العزرة ثانيا هنا هجن الرئاسة وقيادة أيضا لفيلسوفة التضمير، هنا أيضا بهذا الانطلاق الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيري من يتابعها. هناك هملولة من الجانب الآخر، هجن الرئاسة، أيضا هناك الظافر علي بن مي اللوهيبي من قدم لنا في هذا الصباح. هناك أرى في انطلاقاتي بأربع نقاط متميزة، وهنا يحاول بخامسة جميلة جميلة في هذا الانطلاق. يا سلام، التحديات واردة. هنا أرى الشاهينية، هجن العاصفة أيضا قادمة، هذا الانطلاق المميز الجميل هنا مع غياث الهلالي القادم بهذه الانطلاقات والتحديات المتميزة. رشيدة على المركز الخامس، رشيدة على المركز الخامس، مشتق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ومتابعة هنا حمد بن علي لعويسي من يتابع رشيدة على خامس المراكز. وفي المركز السادس، المركز السادس هناك ناصية سادسة، نجن الرئاسة، حمد بن عتيق بن زيتون المهيري في متابعتها واحتفال. مشتق الذهاب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس الهنيبي من يتابع بعها بهذه الانطلاقة المتميزة. ثمينة قادمة، ثمينة قادمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. ثامن مراكزنا الشاهينية، هجن العاصفة هو غياث الهلالي، ووصلت هناك أرى أيضا القادمة الخوارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم، علي بن عبد الله الهادفي في متابعتها. هذه هي النتائج هنا مع المنعطف الأخير جاوزناه، وهنا بوابة المدرج ولوحة الثنين كيلومترات، بوابة مدرج الهبوط إلى المنصة الرئيسية، إلى الفوز وإلى الناموس. والشاهينية لا زالت مسيطرة على زمام الأمور، من هجن العاصفة غياث الهلالي يتابعها هملولة من الجانب الآخر، هجن الرئاسة الظافر علي بن مي اللوهيبي، العزرة هجن الرئاسة كذلك، وهنا أحمد بن مطر بن مايد الخيري في التضمير، والقادمة الشاهينية، هجن العاصفة غياث الهلالي، رشيدة كذلك، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم خامسا، حمد بن علي العويسي في تضميرها. وثمينة، ثمينة تأتينا على سادس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة هنا الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. وهناك الخوارة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، علي بن عبد الله الهاجفي من يقدمها هذا الانطلاق. الشاهينية هجن العاصفة قادمة مع أيضا غياث الهلالي من ينطلق بهذا الأداء على ثامن المراكز. والمركز التاسع والعاشر هناك هجن الرئاسة في المركزين التاسع والعاشر، هناك مياسة وناصر بهذا التحدي الجميل. نعود مع التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة، على المقدمة هملولة من انطلقت على الصدارة، انطلقت على المقدمة وعلى المركز الأول مع الكيل
الكيلو الأخير، الكيلو متر الأخير هملولة، هنا هجن الرئاسة، وهنا الظافر علي بن ميل لوهيبي في تضميره المركز الثاني والثالث، ثنا المركزين الثاني والثالث، العوصفة وهجنها مع الشاهينية والشاهينية قادمات بهذا الانطلاق، قياس الهلالي يقدمها العزراث رابعا، هجن الرئاسة، هنا أيضا أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وثمينة ثمينة 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 قدم بكل قوة، عينها على الصدورة، ثمينة ثمينة ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم الخطيرة، أحمد بن سلطان بن رشيد من يقدمها في هذا الانطلاق المميز، الله هملولة وثمينة، هملولة وثمينة، الأربعمية متر الأخيرة، ثمينة وهملولة، هملولة وثمينة، السلام التحديات الأخيرة، ولكن ثمينة تتسلل، ثمينة تتسلل إلى الفوز، تتسلل إلى الناموس، ثمينة ثمينة ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هنا أحمد بن سلطان بن رشيد من يقدمها، ومن الجانب الآخر هملولة هجن الرئاسة، واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، هملولة وهنا ثمينة، هملولة وثمينة، ثمينة وهملولة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، هملولة تتسلل، ثمينة صامدة، ولكن هملولة، هملولة، هملولة هي الأقرب للفوز، تهانينا هجن الرئاسة على هذا الأداء المميز الجميل، الظافر علي بن مجيد ثمينة في المركز الثاني، ومسك حمدان بن رابس المكتوب الشاهينية في المركز الثالث، هجن العاصفة المركز الرابع، العزرة هجن الرئاسة، وفي المركز الخامس رشيدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، مناتتنا على المركز الخامس، هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، واستطاعت هملولة أن تعلن الفوز، تعلن الناموس هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل، هجن أيضا الرئاسة بقيادة المضمر، هنا أيضا علي بن ميل لوهيبي من سجلت 12 دقيقة 31 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل لهجن الرئاسة، والتهنية كذلك للمضمر علي بن ميل لوهيبي بهذه الانطلاقات والتحديات والإثارة المتميزة. المركز الثاني ثمينة من أتت على المركز الثاني بهذا الانطلاق الجميل هنا، والتحديات والإثارة ب 12 دقيقة 32 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية، تهانينا ومشيخ حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم، والتهنية لأحمد بن سلطان بن رشيد الشاهينية من أتت على المركز الثالث من هجن العاصفة ب 12 دقيقة 33 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية، تهانينا وناموس، تهانينا لغياث الهلالي.